اوكي هالو، النهارده يا جماعه هنتكلم عن في يونت 4 اللي هو كان عنوان الدرس بتاعنا، كان ساينس اند تكنولوجي. الدرس ده كان بيوضح عن استخدامات المودل فيربس، الافعال الناقصه اللي هي بتعبر عن certainty and uncertainty، اللي هي بتعبر عن التاكد او عدم التاكد. طيب انا دلوقتي عندي كلمة زي must be أو المودل فيرب must be، زي ما انتم شايفين بيسبقه السبجكت اللي هو الفاعل. طب بستخدم امتى must be؟ بستخدم must be دي لما بكون بتكلم عن شيء أنا متأكد من حدوثه، يبقى we use must be when we feel sure that something is true، حاجة أنا متأكد من حدوثها، or when we feel sure about it، بمعنى لابد أن يكون عندما نشعر بالتأكد من حدوث شيء أو صحة. زي ما جيت قلت لك هنا، لاحظوا إن أنا قبل must be حد بدأت بالسبجكت you. You must be Ali's brother. أنت أكيد أخو علي. You look very similar. You look very similar. لأنك تشبهه. تمام؟ He is a good popular doctor. He is a good popular doctor. He must be clever. يبقى لاحظت هنا he كي قبل must be السبب، هو أكيد ذكي أو ماهر. طيب ممكن تستخدم must be بمعنى من المؤكد أو بمعنى باستخدامات must be بمعنى من المؤكد إيه أن. تمام؟ في كلمات بتدل على التأكد. في كلمات بتدل على التأكد نقدر نستخدمها زي I feel sure, definitely, I have no doubt, surely. دي كلها كلمات بمعنى من المؤكد أن. تمام؟ معناها من المؤكد أن. نيجي عند can't be، بنلاحظ إن بيسبقها زي ما أنتم شايفين السبجكت، شيء أنا متأكد من عدم الحدوث. يعني بمعنى إيه؟ بمعنى من المستحيل، لا يمكن أن يكون، عندما نشعر بالتأكد من استحالة حدوث شيء أو عدم صحته. تمام؟ يبقى بنستخدم can't be when we feel sure that something is not true. When we feel sure that something is not true، يعني حاجة من المستحيل إنها إيه؟ بمعنى من المستحيل إنها تحدث. زي لما يجي example بالشكل ده يقول لي that can't be a dinosaur، استحالة يكون ده ديناصور. There aren't any dinosaurs on earth، لأن ما فيش طبعا dinosaurs on earth. She has a lot of work to do، هي عندها شغل كتير. She can't be free، يعني استحالة تكون فاضية، استحالة تكون متفرغة. تمام؟ ممكن نستخدمها مع الكلمات اللي هي بتدل على التأكد من عدم الحدوث، مثل متأكد لا، يعني حاجة أنا متأكد إنها مش هتحصل. عندي برضو زي الكلمات اللي بتعبر زي I feel sure، بس بيجي بقى معاها نفي I have no doubt it's impossible. وهنشوف طبعا، هنتدرب على الحاجات دي طبعا بعد ما نخلص، ونشوف إزاي نتعامل معاها مع سؤال الريرايت. هتلاقوا الموضوع سهل جدا وإحنا بنتدرب على سؤال الريرايت. نيجي للمودل فيرب might be. might be بمعنى احتمال، ربما يكون، بمعنى هو ربما يكون عندما نشعر بعدم التأكد. يبقى بنستخدم might امتى؟ might be to say that we are not sure، يعني احنا مش متأكدين. حاجة when we say بنستخدمها وايه؟ لما بنكون ايه؟ to say that we are not sure. ايه الكلمات؟ هنشوف مثلا لما اجي اقول لك he might be at home. طبعا لو قلت he might be at home يعني احتمال يكون في البيت، but I am not sure، ولكن انا لست متأكد. I don't know why the baby girl is crying. She might be hungry. احتمال تكون جوعان. تمام؟ يبقى أنا برضو هنا، وممكن نستخدمها مع الكلمات اللي هي بتدل على عدم التأكد أو احتمال ضعيف، زي I am not sure. It's possible. I don't know. I have no idea. Probably. I don't think so. دي كلها كلمات ممكن نستخدمها. نيجي بقى إزاي نطبق الكلام ده. جيت قلت مثلا، جالي تمرين بالشكل ده وبيقول لك I am sure Ali is clever, he gets the homework. I must. تمام،
يبقى هقول علي must be clever. شفت بقى هنا الكلمة اللي هي بتدل على إيه؟ التأكيد مين I am sure، فأنا شلتها عشان أحط must be، فقلت إيه؟ علي، بدأت بالفعل علي must be clever، علي أكيد ذكي. He gets the full mark لأنه بيحصل على الفول مارك. Perhaps this coin is Egyptian. I am not certain. يبقى هاجي عند كلمة mine. طب أنا عندي كلمة perhaps اللي هي بتعبر ربما أو احتمال، اللي هي بتعبر عن احتمال ضعيف. يبقى جيت قلت إيه؟ This coin might be Egyptian. This coin might be احتمال تكون ايه Egyptian، العملة المعدنية دي احتمال تكون ايه Egyptian. طيب جه قال لك هنا I feel sure this is not a real dinosaur. There aren't any dinosaurs on earth. عايز continue. شفت بقى؟ هنلاحظ هنا I feel sure this is not. This is a not a real dinosaur. في نافية. تمام؟ ركزوا في الانديرلاين اللي قدامنا ده. فانا قلت هنا متاكد بمعنى استحاله، فيل شور استحاله ان مفيش، يبقى اقول this can't be a real dinosaur، استحاله يكون ده ديناصور حقيقي. Because there aren't any dinosaurs on earth. اسماء is absent، اسماء غايبه. It's probable that she is ill، فانا بقول احتمال تكون تعبانه. فانا هستخدم، ما ينفعش طبعا هنا اقول ايه must be، احط might. طب ايه الكلمه اللي بتدل برضو عن الاحتمال الضعيف اللي هي probable؟ يبقى انا بدات بالسبجكت اسماء، قلت اسماء is absent، بدات بالجزء الاولاني من الجمله اهو she might be ill، احتمال تكون تعبان. كلمه might be او must be أو كل دول دي كلمه عامه، must be might be can't be بيجي وراهم يا adjective يا noun. تمام. جيت هنا قلت ايه؟ The man is rich. الراجل ده غني. He has three cars. هو لديه three cars. طب احنا عايزين نحط مثلا كلمة زي must. فرحت قلت ايه؟ He must be rich. هو اكيد غني. تمام؟ I am sure علي isn't at home. انا متأكد ان علي مش في البيت. I have just met him at the zoo. انا متأكد اهو استحالة. يبقى قلت ايه؟ علي can't be at home، استحالة يكون علي في البيت. يبقى انا بقول لك I am sure علي isn't at home، انا متأكد ان علي مش في البيت. I have just met him at the zoo، انا قابلته في الحديقة. يبقى انا بتكلم عن حاجة ان استحالة، متأكد ان الشيء ده استحالة بمعنى من المستحيل. يبقى قلت علي can't be at home، استحالة يكون علي في الايه؟ في البيت. تمام؟ بتهيألي الدرس كان سهل، وبالتوفيق للجميع. Goodbye.